كانت بداياتي مع اللعبة صعبة جدا، انه كيف بنت وانا اصلا استصعبت جدا اللعبة، وانه كيف انزل في الكرسي، لانه انا كنت اتفرج على اللعب من النوع هذا بتصعب الموضوع كتير، انه انا كيف بدي احرك كرسي وبدي اجري وبدي امسك كرة وبدي العب فيها. طموحي طبعا اني ما اضلني في اطار البطولات المحليه، حابه كثير اني اشارك برا كفريق فتيات، انه يشارك يصير في له مشاركات دوليه وعالميه برا البلد. الانسان مع الوقت بيقوى، وطبعا الحمد لله بدت شويه شويه اطلع وانزل، وحاليا ما بحس حالي انه انا بختلف عن اي حد ثاني.